تصور أخذ مجال أوسع وأنا موجود في وسطهم. تمام. يعني لما أجونا البارحة أكثر من 50 شاب تابعين إلى قوات الشهيد الصدر التابعة المالكي لواء أسد الله الخاص، قالوا إحنا نعلن انضمامنا وخلاص إحنا غادرنا المالكي وكل، والآن موجودين تحت قبة. أعلنوا التوبة؟ نعم. أعلنوا التوبة؟ لا، العودة. أكو فرق. إحنا التوبة للتوابين الذين مو غسلوا أدمغتهم بتغريدة السيد إحنا وزير القائد. إيه؟ قال خلي يعلنون التوبة مو على ذولة. لا، أكو ناس هو يعرفهم يدعوهم إلى التوبة، هم دعاة التوبة لازم يتوبون مثل ما توبوا العالم في يوم ما وحولوهم من أيديولوجية إلى أيديولوجية أخرى، عليهم أن يتوبون عن الفساد، وأنا متأكد هم راح يتوب عنهم لأن لازم يحاسبهم. زين.